سنه. هاي، اجا وقت قصه جديده ودايما من الكتاب المقدس. بالقصة الماضية خبركن كيف الله خلق السماء والأرض والحيوانات والطيور والبحر والسماء والنجوم، لكن اليوم رح خبركن كيف خلق الله الإنسان، كيف خلق الله أنتو وأنا. اسمعوا منيح القصة. بعد ما خلق الله كل الأشياء التي نراها من حولنا، قال الله: لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا. وهذا الإنسان لازم يكون على صورة الله ومثاله، بيتسلط على سمك البحر وطير السماء وبهائم الأرض ووحوش الأرض وكل ما يدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته ومثاله، على صورة الله خلق البشر. وجبل الرب الإله آدم من تراب، من تراب الأرض، أخذ هيك تراب الأرض جبل الإنسان الأول آدم، ونفخ الله فيه نفسا حيا، فصار آدم نفسا حيا. وقال الرب لآدم: ما لازم آدم يكون وحده، لازم أعمل له معينا نظيره، رفيقة لحياة آدم. فشو عمل الرب؟ خلى آدم ينام نوم عميق، وبينما آدم نايم شال ضلع من ضلوع آدم، شال وقال: من هيدا الضلع لازم أعمل امرأة، امرأة من ضلع الإنسان الذي يدعى آدم. فعمل امرأة رائعة الجمال وقدمها لآدم. فقال آدم: هيدي عظم من عظامي ولحم من لحمي، أنا لح سميها امرأة، لأن من امرأة أخذت، لأن مني أخذت لح سميها امرأة. وبعد ما خلق الله آدم وحواء، نظر الله على كل شيء صنعه، طلع على السماء، على البحار، على النجوم، على الحيوانات، على الإنسان، امرأة ورجل، وشاف الله انه كل شيء عمله حسن. وكان يوم السادس، اليوم السادس تمت صناعة كل هذه الاشياء من السماوات والارض وجميع ما وجد على الارض. وهيك جلس الله او فرغ الله من عمله باليوم السابع واستراح، وكان فرحان كثير بكل شيء عمله الله في الكون، وخاصة بخلق أو خلق الإنسان آدم وحواء. هذه هي قصة التكوين اللي بتسمعوها، تقول قصة التكوين، قصة التكوين، نعم قصة التكوين، كيف الله خلق العالم وخاصة كيف الله خلقكم أنتم وكيف خلقني أنا من آدم وحواء. هلا إجا وقت أنا وياكم نصلي ونقول له: يا رب بشكرك على كل شيء، نشكرك انه كل مره بنطلع على الاشياء اللي حوالينا بنعرف انه انت الخالق، انت الله. وبنشكرك يا رب لانه خلقتنا، خلقتنا اهم شيء على صورتك ومثالك، فاعطينا يا رب انه نمجد الصوره والمثال اللي انت خلقتنا على اساسها، باسم يسوع المسيح، امين. وهلا اذا حبيتوا تحصلوا على قصه التكوين مثل ما خبرتكم اياها، فيكم تكتبوا لنا على العنوان الموجود قدامكم على شاشه التلفزيون لقصه قبل النوم، وتقولوا: انا بدي قصه، بدي احصل على قصه مجانيه اللي هي قصه من الكتاب المقدس حتى اقريها مع البابا والماما ورفقاتي واخواتي. فبس اكتبوا لنا ونحن بنقدم لكم اياها هديه. هلا بقولكم باي، لكن بشوفكم الله رد بالايام الجايه مع قصه جديده، ودايما من كلمة الله الكتاب المقدس. باي.